بسم الله الرحمن الرحيم، ومساء الخير على كل مشاهدي قناة اون تايم سبورتس في كل مكان. اهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من اخبار اون تايم. زي ما حضراتكم متعودين معانا، بيكون لينا جولة في اخبارنا المحلية وكمان اخر المستجدات في الساحة العالمية وايضا الالعاب الاخرى، ولكن بدايتنا دايما مع اهم وابرز العناوين. اليوم ثلاث مواجهات في ختام الجولة الرابعة من دوري نايل. الليلة الزمالك يسعى لتخطي عقبة غزل المحلة واستعادة نغمة الانتصارات في الدوري. الأهلي يبدأ الاستعداد لمواجهة أورلاندو بايرتس في دوري الأبطال. سيطرة مصرية، صلاح ومرموش في صدارة الأكثر مساهمة بالدوريات الخمسة الكبرى. من أبرز العناوين نبدأ مع بعض على طول، وبدايتنا بأخبارنا المحلية. النهارده عندنا اخر ثلاث لقاءات في الجوله الرابعه من دوري نايل. اللقاء الاول هيكون الساعه 5 بين المصري بورسعيدي وبيراميدز، اما اللقاء الثاني هيكون بين بتروجيت وفاركو ايضا الساعه 5، واللقاء الاخير اللي هيكون في سهره ولقاء من كلاسيكيات الكره المصريه غزل المحله والزمالك هيكون الساعه 8 مساء. لقاءات مهمه ولقاءات هتكون مثيره اليوم، والبدايه نبدأ كده أخبارنا من لقاء نادي الزمالك. النهاردة الزمالك عنده تحدي كبير جدا في مواجهة صعبة أمام غزل المحلة الساعة 8 مساء على استاد غزل المحلة، الاستاد الشهير باللقاءات الهامة. طبعا المباراة دي هتقام ضمن مباريات الجولة الرابعة. البرتغالي بقى جوزيه جوميز المدير الفني لنادي الزمالك فرض السرية التامة على التدريبات داخل الفريق، حاول يحافظ على السرية بقدر كبير جدا، كذلك على التشكيل اللي هيخوض به اللقاء، خاصة بعد ما أبدى المدرب استياءه الشديد من تسريب التشكيل قبل كده في اللقاءات اللي فاتت. هو حاسس إن في أزمة، شايف إن دي مشكلة، مش عاوز التشكيل يتم معرفته من قبل أي حد سواء داخل الفريق أو خارج الفريق، فهو عامل حالة من السرية الكاملة على أمور فنية كبيرة هيبدأ بيها الشغل في لقاء غزل المحلة. الزمالك يدخل مباراة الغزل وهو يعني عنده بعض الغيابات وغيابات مؤثرة، أبرزها هو ناصر ماهر اللي ما زال بيواصل التأهيل من الإصابة بشد في العضلة الخلفية، بينما على الجانب الآخر بيدخل غزل المحلة مباراة اليوم مكتمل الصفوف حرص مسؤولي نادي الغزل على تحفيز اللعيبة قبل مواجهة نادي الزمالك بصرف مكافآت مادية للاعبين بعد الفوز على الجونة خارج الديار في الجولة الثالثة، كما فتح مسؤولي نادي المحلة تدريبات الفريق للجماهير لتحفزهم قبل اللقاء المرتقب. عارف يعني ايه جماهير غزل المحلة تحضر التدريب؟ دي حاجة مهمة جدا وحافز كبير للعيبة. اجتمع كمان كابتن احمد عيد عبد الملك المدير الفني لغزل المحله باللاعبين في جلسه خاصه هامه جدا، طلب اللعيبه خلال الجلسه دي ببذل اقصى جهد داخل الملعب، لازم يكون في نتيجه ايجابيه لاسعاد جماهير غزل المحله امام منافس قوي هو نادي الزمالك. طب واحنا لسه في لقاء
نادي الغزل والزمالك. لو رحنا للطاقم التحكيم فأعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة كابتن ياسر عبد الرؤوف طاقم تحكيم مباراة غزل المحلة والزمالك، ويدير اللقاء كابتن محمود بسيوني حكم ساحة، بيساعده كل من كابتن سمير جمال وكابتن خالد حسين وكابتن أحمد ناجي حكم رابع وكابتن محمد الشناوي ومستدعى حكم فار، وبيساعده كابتن محمود أبو الرجال. نتمنى ليهم التوفيق في اللقاء اليوم. واحنا بنتكلم على لقاء الزمالك والغزل، في لعيبه كتير مثلت الفرقتين، من ضمنهم طبعا النجم الكبير كابتن عبد اللطيف الدوماني، نجم النجوم المحله ونجم النجوم نادي الزمالك ومدير الفني لدمنهور. يا كابتن مصر اهلا بحضرتك. محمد ازيك؟ طبعا برحب بحضرتك، طبعا مسعد جدا مع حضرتك بصدد المشاهدين. اهلا بك كابتن، دايما بكون سعيد بالكلام مع حضرتك، والنهارده الحديث عن فرقتين حضرتك مثلتهم ولقاء جماهيري كبير. شايف النهارده اللقاء هيكون ازاي فنيا في الملعب بين جوميز وبين كابتن احمد عيد عبد الملك فارض المحله؟ بدايه طبعا هي مباراه تبقى لغه الكوره كده جميله بين الطرفين على المستوى الفني، يعني في مباراه بتبقى دايما الاطراف فيها بيبقى عنده تحفظ في الناحيه الدفاعيه، ولكن الفريقين النهارده بيميلوا للناحيه الهجوميه. الفريقين عندهم دوافع المكسب. نادي الزمالك طبعا بدايته طبعا اول مباراتين كانوا كويسين جدا، 6 بونت، وبعد كده اخر مباراه المصري صحيح تعادل النادي الاهلي امس طبعا هيدي طبعا دوافع لنادي الزمالك ان هو يقدر النهارده يتفوق على النادي الاهلي في البونت وتفوق على في الترتيب. فبالتالي ده دوافع نادي الزمالك، ونادي الزمالك عنده من الفرق اللي عندها شخصيه البطوله. لما بيقع ماتش صعب جدا ان هو يقع الماتش اللي بعديه. يعني نادي المحله بقى حدث ولا حرج، يعني الامور المحله تغيير شامل في كل حاجه. استاذ محمد بدايه من الاداره مستر وليد خليل طبعا والحاج تامر عاملين حاله غير طبيعيه في المحله، حاله غير طبيعيه على يعني المستوى الفني، المستوى الامكانيات، القدرات، الملعب، ارضيه الملعب، المدرجات نفسها، الشاشه اللي موجوده في العرض في الملعب، امور كلها يعني انت حضرتك هتشوف النهارده موقع حاجه كانك في اجواء اوروبيه. يعني لما جهاز فني محترم احمد عيد عنده دوافع عايز يثبت وجوده، اول مره مع نادي الزمالك جهاز محترم، لعيبه محترمه هنا ولعيبه محترمه هنا، الفرقتين عندهم دوافع المكسب. خد بال حضرتك الدوافع كبيره عند الفرقتين، ولكن شايف الغزل ازاي يقدر يباغت الزمالك النهارده؟ هل يكون في مباغته هجوميه ولا يكون في تحفظ بعض الشيء ولعب متوازن؟ لا انا شايف هيبقى في مباغته، يبقى في ضغط عالي من غزل المحله، يستغل عامل الارض، يستغل عامل الجمهور، يستغل المكسب اللي كسبه المباراه الماضيه على الجونه، هيستغل اصلا قدرات اللعيبه. استاذ محمد بتدعي لو كان عندي لعيبه تقدر تنفذ الضغط العالي وتقدر تنفذ طريقه اسلوب لعب هجومي اقدر العب بيها. هل لاعبين المحله قادرين على تنفيذ ضغط عالي على الزمالك في لقاء اليوم؟ قادرين، بس هو مش قادر مش هيبقى 90 دقيقه يعني، بس لكن غزل المحله على فترات، هيقسم الماتش على فترات، لكن مش هنستنى المحله بتاع زمان اللي من نص الملعب وبيلعب هجمات مرتده، مش هتلاقيها كتير النهارده، لان المحله عنده حلول في 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 اطراف الملعب، في عمق الملعب، في نص الملعب، عنده مهاجم طبعا اللاعب التونسي، مهاجم عنده عبده يحيى، في مفاتيح قلب كتير، وعنده تسديدات، عنده لعيبه بتسدد بمسافات بعيده. طب روحنا لنادي الزمالك، شايف النهارده ازاي جوزيه جوميز يسهل على نفسه ماموريه صعبه في استاد صعب مشهور طبعا بلقاءاته الكبيره؟ انا وجهه نظري النادي الزمالك طول ما هو يعني محافظ على شباكه نظيفه هيبقى الاقرب للمكسب، لان المحله هيبقى اذا المحله مثلا جاب هدف هتلاقي الجمهور والحماس والروح القتاليه زادت، فبالتالي هتصعب الامور على نادي الزمالك. نادي الزمالك اصلا بيعاني من مشاكل دفاعيه الفتره الاخيره. طب ابرز اللاعبين اللي ممكن النهارده تشوفهم يظهروا بشكل قوي مع الزمالك في ظل غياب ناصر ماهر؟ لا خد بال حضرتك، يعني دونجا بيعيش افضل حياته الفنيه يعني من ورا الثانيه. طبعا في ناس مستوى ثابت، بتتكلم في زيزو، بتتكلم في النهارده في الجزيري زلاب، بتتكلم في عبد الله السعيد مستوى ثابت، بتتكلم مفتوح اعتقد هيبقى له دور النهارده، بتتكلم في عمر جابر، كل دول ثوابت عند نادي الزمالك. ولكن المباراه انا شايف النهارده هنستمتع بمباراه كبيره جدا جدا بين الطرفين، مباراه يعني هنشوف فرص ضايعه، هنشوف اهداف، مش هنشوف تحفظ خالص على الفترات اللي فاتت. ان شاء الله مباراه كده تليق بالفريقين، والاهم من ده يا استاذ محمد ان شاء الله المباراه تطلع لبر الامان، مش عايزين خروج عن النص، مش عايزين لا الفرقتين كبار ولاعيبه كبيره، واكيد هيكون في روح جماهيريه كبيره، لا وعندها روح قتاليه جمهور المحله. اتمنى ان شاء الله كده الامور تخرج لبر الامان، والنهارده ان شاء الله الجميع يستمتع بمباراه تليق بالفريقين ان شاء الله. النهارده حضرتك قلبك مع مين؟ زمالك ولا محل؟ انت والله سؤال ما حدش قاله لي قبل كده، انا عمال اهرب. خد بال حضرتك عمال اهرب وانت جبت لي بره. ما ينفعش يا كابتن، قلبك مع مين النهارده؟ بص انا المحل الصح فاضي كبير عليا بعد ربنا سبحانه وتعالى. طبعا انا محلاوي زملكاوي الحقيقه يعني، والزمالك صاحب
صاحب النصيب الاكبر في اسمي وشهرتي وبطولاتي كلها الحمد لله. فالحقيقه يعني انا كابتن ما ترقصنيش محلاوي والله العظيم النهارده كابتن عبد اللطيف محلاوي 50 50 لا انا نادي الزمالك طبعا له فضل عليك بعد ربنا سبحانه وتعالى. انا 50 50 لان المحله انا بلعب في المحله من 10 سنين. ايوه. فطبعا عمر كبير يعني والمحله ساعدتني ان انا اروح نادي الزمالك اللي كان حلم حياتي العب في نادي الزمالك. اتوقعت يعني حضرتك تقول لي انا دمنهوري. انا دمنهوري دمنهوري طبعا دمنهور طبعا اسم كبير وان شاء الله نرجع على ان دمنهور الوضع الطبيعي تاني باذن الله كده ان شاء الله. كابتن عبد اللطيف شكرا جدا لحضرتك بالحديث عن لقاء نادي الزمالك وغزل المحله. طب لسه بنتكلم على نادي الزمالك والاستعداد للصفقات القادمه. الزمالك بيستعد للصفقات بتاعه يناير، وجوزيه جوميز كان عنده طلب على لعيب معين ومحدد، واتكلم مع اداره نادي الزمالك وارسل مسؤول نادي الزمالك عرض مادي للانجليزي اوفي جيريا مقابل التوقيع للقلعه البيضاء لمده 6 شهور. اللاعب كان جه قبل كده وعمل مع الزمالك فتره معايشه بسيطه جدا، وبعض الاشخاص او بعض الافراد داخل الجهاز او داخل اداره نادي الزمالك ما اقتنعوش بنسبه كبيره، واللاعب كان عايزين يقعد اكتر فتره معايشه اكتر، واللاعب قال لا انا يا اما هجدد يا اما هستنى لا همشي. فاللعيب رجع مره ثانيه، وجوميز قال انا عايز اللاعب ومقتنع بيه جدا وهقدر اطلع منه امكانيه كبيره جدا، من منتظر ان يصل اوفي إيجيريا الى القاهره خلال الساعات المقبله في حال الموافقه على العرض المادي المقدم من نادي الزمالك من اجل توقيع العقود في 6 شهور، ويكون في شكل رسمي، يكون اللاعب بقى عنده فتره اعداد ويكون في فتره كشف طبعا عشان يكون جاهز مع نادي الزمالك. لاعب ليه تاريخ كبير ولكن ملوش فتره معينه مميزه. جوزيه جوميز شايف انه هيبدا يستغل اللاعب، هنشوف وجهه نظر المدير الفني. لسه مع الصفقات الجديده داخل نادي الزمالك، ومسؤولي نادي الزمالك دخلوا في مفاوضات قويه ومتقدمه مع نادي فاركو من اجل ضم لاعب الوسط محمود طبعا جهاد خلال فتره الانتقالات القادمه الشتويه في يناير المقبل. اداره نادي الزمالك ترغب بشده ان يتعاقد مع محمود جهاد بعدما وافق البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق على ضمه لتدعيم خط الدفاع وخط الوسط الدفاعي، خاصه ان هو مقتنع بامكانيات اللاعب بعدما كان على خريطه التعاقدات الصيفيه الماضيه ولم تكتمل الامور. طب خلينا نروح من اخبار نادي الزمالك لاخبار النادي الاهلي، وتحديدا مع فريق النادي الاهلي الاول لكره القدم اللي امبارح وقع في فخ التعادل للمره الثانيه على التوالي. المره الاولى كانت امام الاتحاد السكندري في الجوله الثالثه من عمر دوري نايل، المره الثانيه امام البنك الاهلي وتعادل سلبي في الجوله الرابعه. هنا عم نيجي نتكلم، انا اتكلم ان هو تعادل بالنسبه للنادي الاهلي بطعم الهزيمه. بهذا التعادل وصل النادي الاهلي للنقطه الثامنه في صداره ترتيب جدول الدوري، بينما وصل البنك الاهلي الى النقطه الثانيه في المركز ال 16 بجدول ترتيب دوري نايل. وخلال المؤتمر الصحفي عقب المباراه عقب كده مارسيل كولر المدير الفني على عدم رضاه، وقال ان التعادل بتاع فريقه امام البنك الاهلي تعادل اكيد مخيب للامال، وشايف ان فرقته ما قدمتش المستوى المطلوب خلال الشوط الاول، ما كانش في فرص كتير جدا للتسجيل. يعني لو اتكلمنا على اخر جولتين الاهلي امام الاتحاد كان خطر، كان بيسجل، كان بيحاول يقرب، كان في تالق كبير جدا من لاعيبه الاتحاد وتصدي المهدي سليمان في اكتر من كوره، ولكن لقاء امبارح الاهلي زي ما قال مارسيل كولر ما كانش في افضل مستوياته. طب لو هنكمل كلام عن النادي الاهلي، فالنادي الاهلي بيستعد لمشاركة أفريقية، على صعيد المشاركة الأفريقية في دوري أبطال أفريقيا يبدأ النادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر يوم الاثنين الاستعداد بقى النهاردة كده لأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي باستاد مختار تتش، حيث تخوض العناصر اللي شاركت بشكل أساسي في مباراة امبارح في الدوري بعض التدريبات الاستشفائية، ولكن اللعيبة اللي ما شاركتش هيكون ليها مران قوي، وعقد كولر جلسة مع اللعيبة للحديث عن نزيف النقاط في الدوري. كمان هيكون في جلسة مع الجهاز لوضع الخطة اللي هيشتغل عليها والبرنامج اللي هيشتغل عليه للقاء أورلاندو بايرتس. أكيد الأهلي مركز في اللقاء وعارف أن أورلاندو بيجهز بشكل قوي للقاء. أنا مسؤول النادي الأهلي إجراءات السفر إلى جنوب أفريقيا يوم الأربعاء المقبل لمواجهة أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي السبت
المقبل في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا للأهلي حامل لقبها، وفي ظل رغبة الجهاز الفني في السفر مبكرا إلى جنوب أفريقيا للتعود على الأجواء بشكل جيد. كولر عاوز يروح من بدري علشان هناك في درجة حرارة مرتفعة جدا، واللقاء هيكون الساعة 3 العصر في توقيت صعب جدا في ظروف ارتفاع درجة الحرارة مع الأجواء دي، فعاوز يروح بدري أكتر من يوم علشان اللعيبة تتعود على الأجواء ويقدر الأهلي يظهر بشكل جيد بإذن الله في لقاء يوم السبت. طب لو رحنا مع النادي الأهلي كده لصعيد الصفقات الجديدة، رفض مارسيل كولر التعاقد مع مهاجم محلي لتدعيم هجوم النادي الأهلي في الانتقالات الشتوية القادمة، استبعد تماما فكرة ضم أي لاعب محلي في مركز المهاجم. هو عنده رغبة أن يكون في مهاجمين أجانب لصفوف الداخل، صفوف النادي الأهلي، علشان يدعم مركزين بعينهم، جناح من الأجنحة والمهاجم. هو عايز التدعيمات دي في الانتقالات القادمة، عايز مهاجم أجنبي سوبر لتدعيم صفوف النادي الأهلي مع وسام أبو علي، وعاوز وينج أو تو وينجز كمان، جناحين يكونوا سوبر أجانب علشان يدعموا النادي الأهلي. هل هو غير راضي على اللعيبة اللي موجودين؟ بالعكس، هو راضي على اللعيبة، ولكن هو عاوز يكون في فريق أساسي وفريق كمان أساسي. مش عاوز أما الأهلي يبقى عنده تعثر أو في لاعب عنده داي أوف الأهلي ما يقدرش يسجل، الأهلي عنده لاعب في داي أوف أو مش مركز أو ما عندوش توفيق فينزل اللاعب التاني اللي في نفس المستوى وفي نفس القوة. وعايز فريق قوي جدا، الأهلي داخل على بطولات مهمة، عنده بطولة أفريقيا، عنده دوري نايل، عنده كمان الانتركونتيننتال واللقاء مهم في الأيام القادمة في شهر 12، ثم كأس العالم بشكلها الجديد في 2025. من أخبار نادي الأهلي ونادي الزمالك نروح للقاء هيكون قوي جدا النهاردة، لقاء أتوقعه من اللقاءات اللي هتمتع جماهير الكرة المصرية في الجولة الرابعة من دوري نايل، لقاء المصري وبيراميدز المقرر لي الساعة 5 مساء على استاد برج العرب في اسكندرية. ليه بقول اللقاء ده قوي جدا؟ اللي هيكسب اللقاء ده هيتصدر الدوري، مش هيتصدر دوري بشكل مؤقت، لا، بعد تعثر الأهلي امبارح اللي هيكسب النهاردة هيتصدر الدوري حتى إشعار آخر، حتى اللقاءات القادمة لحد ما هو يفرط في التصدر بتاعه. بيدخل الفرقتين النهارده بمعنويات عاليه جدا جدا جدا. اخر لقاء للمصري حقق فوز قوي على نادي الزمالك في الجوله الماضيه بهدف دون رد، بينما فاز بيراميدز على البنك الاهلي بثلاث اهداف مقابل هدف في نفس الجوله. كابتن علي ماهر المدير الفني للنادي المصري بيسعى لمواصله النتائج المميزه في هذا الموسم وحصد المزيد من النقاط والتقدم خطوه كمان نحو الصدارة، واحتل فريق المصري حاليا المركز الثالث بسبع نقاط. في المقابل يأمل الكرواتي كرونسلاف يوريشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز في العودة من اسكندرية بثلاث نقاط لمواصلة التقدم في دوري نايل، وهو حاليا في المركز الثاني بالرصيد سبع نقاط. اللقاء هيكون قوي جدا داخل الملعب، هنشوف فنيات كبيره جدا من اثنين مديرين فنيين كبار سواء كابتن علي ماهر او يوريشيتش. في لقاء ثاني النهارده اتكلمنا على لقاء الزمالك وغزل المحله، اتكلمنا على المصري وبيراميدز، اللقاء اللي هيكون الساعه 5 كمان في بتروجيت الساعه 5 مساء هيكون موجود مع فاركو في استاد بترو سبورت في منافسات الجوله الرابعة من دوري نايل. الفرقتين عندهم معنويات مختلفة. بتروجيت سقط في الجولة الماضية أمام نادي الإسماعيلي بهدف نظيف في استاد إسماعيلية في الجولة الماضية، فاركو حقق فوز كبير على إنبي بأربع أهداف مقابل هدفين في نفس الجولة. بتروجيت موجود في المركز 16 في جدول ترتيب دوري نايل، يمتلك نقطتين فقط من تعادلين أمام مودرن سبورت وأمام بيراميدز، وخسارة كانت من نادي الإسماعيلي. والمركز العاشر برصيد أربع نقاط هو مركز فاركو من تعادل وفوز وهزيمة.
من اللقاءات بتاعه النهارده نروح لحاجه ولفته مهمه جدا. حرص نادي الاسماعيلي عبر الحساب الرسمي على دعم كابتن حمد ابراهيم المدير الفني للفريق بعد الهزيمه من انبي بهدف نظيف. نشر الحساب الرسمي للنادي الاسماعيلي عبر فيسبوك صوره لكابتن حمد وهو كان جالس على مقاعد البدلاء وكاتب يعني لا تحزن وانهض سريعا فالقادم افضل، كل الدعم كابتن حمد. دي كانت لحظه تسديد ركله جزاء من اللي اهدرهم نادي الاسماعيلي. امبارح نادي الاسماعيلي اهدر ركلتين جزاء، امبارح كان في سوء توفيق كبير جدا لنادي الاسماعيلي. يمكن امبارح فنيا من افضل اللقاءات اللي لعبها نادي الاسماعيلي امام ند قوي هو نادي انبي، ولكن الاسماعيلي فرط في فوز، فرط في اكتر من فرصه، ونادي انبي قدر يستغل بتسديده بهدف ولا اروع. منح بابا فاسيليو مدير الفني لفريق الاتحاد اللاعبين راحة لمدة 24 ساعة بعد الفوز على فريق الشباب وديا، وأشاد الجهاز الفني للفريق بالودية اللي خاضها واستغلها في إشراك وتجهيز البدلاء المستبعدين للمرحلة المقبلة، وفاز الاتحاد بهدف أحرزه لاعب الوسط أحمد الشيمي والذي لم يشارك حتى الآن مع الفريق في اللقاءات والجولات الماضية من عمر دوري نايل. من المقرر أن يعود الفريق للمران غدا للتدريبات مرة أخرى لمواجهة بيراميدز أو الاستعداد لمواجهة بيراميدز في بداية مشوار الفريق في كأس الرابطة يوم 17 ديسمبر على استاد الدفاع الجوي. من دوري نايل نروح لأخبار دوري القسم الثاني، وتقام اليوم في الثانية والنصف مباريات الجولة العاشرة لدوري القسم الثاني ألف، وهتكون اللقاءات كالتالي: مباراة اليوم للجولة العاشرة في القسم الثاني ألف المقاولون العرب وأسوان الساعة 2:30، أبو قير الأسمدة والقناة الساعة 2:30، وكلهم 2:30. عندك لافينا والداخلية، زيروت ومنتخب السويس، رايا وبترول أسيوط، وادي دجلة مع المصرية للاتصالات. ده الوحيد اللي هيكون الساعة 5. نروح لقرعة الدور التمهيدي الثاني لكأس مصر، أقيمت ظهر اليوم قرعة الدور التمهيدي الثاني لكأس مصر وجاءت كالتالي: عندك بقى مسار والطيران لحمام وسمارت، الإنتاج الحربي والشرقية للدخان في اسكندرية، دلفي ومركز شباب اليوب، المريخ والنصر للتصدير، النجوم واتحاد بسيون، الشرقية والمعادي واليخت، الصيد صيد المحلة وبترو السويس، بورتو السويس، مصر للتأمين وبدر، أصحاب الجياد والمرج، 6 أكتوبر بسيناء ورعا الألعاب الرياضية، إسترن كومباني مع مدينة نصر، النصر والأولمبي، الشمس وجنوب سيناء، الوسطى وسيلة، أسمنت أسيوط وأهلي الغرق، كيما أسوان وجولدن جيت، النصر للتعدين والألمنيوم. قرر مجلس إدارة نادي مصر المقاصة تعيين سعد فاروق مديرا فنيا للفريق خلفا لطارق حجاج بعد مفاوضات بين الطرفين. وقاد سعد فاروق في الموسم الماضي الفريق فريق منتخب السويس وحقق الصعود لدوري القسم الثاني ألف، وقاد أيضا أندية النجوم وسيراميكا كليوباترا، ويحتل المقاصة المركز الثالث في المجموعة الثانية بدوري القسم الثاني به. قررت إدارة نادي كهرباء الإسماعيلية فرض عقوبات مالية على اللاعبين عقب الهزيمة من بروكسي بثلاث أهداف مقابل هدفين في الجولة العاشرة لدوري القسم الثاني ألف، وكان كهرباء متقدم بهدفين ثم عاد بروكسي بثلاث أهداف في الدقائق العشرة الأخيرة، ويحتل الفريق كهرباء الإسماعيلية المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري. We'll be right back.
قرر مجلس إدارة نادي تليفونات بني سويف تعيين أحمد نبيل مانجا لاعب الأهلي السابق مديرا فنيا للفريق، ويسعده أحمد شكري لاعب الأهلي أيضا، ويبدأ مانجا مهمته الجديدة ويستعد لخوض أولى مبارياته أمام مسار في دوري القسم الثاني به. كده كنا خلصنا أخبارنا المحلية ونطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل لباقي فقرات أخبار أون تايم. وفكوا معنا توجب ميار شريف بطلة التنس المصنفة الـ 92 على العالم بلقب بطولة الأرجنتين المفتوحة للتنس، وذلك بعد الفوز على البولندية كاترينزينا بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة في المباراة التي استمرت ساعتين و27 دقيقة، وفازت ميار شريف في المجموعة الأولى على البطلة البولندية بنتيجة 6-3، وبعد كده خسرت المجموعة الثانية بنتيجة 6-4 قبل أن تنجح البطلة المصرية في المجموعة الثالثة بنتيجة 6-4. احتفظ الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحاد المصري للجمباز على رئاسة الاتحاد الأفريقي للعبة في الانتخابات المقامة حاليا في أحد الفنادق في مصر الجديدة، وحصل الدكتور إيهاب أمين على 19 صوت مقابل 4 أصوات فقط للمنافس البنيني ليونيد ليحافظ على مقعده في رئاسة الاتحاد الأفريقي للعبة. نال الدكتور إيهاب أمين ثقة أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي في ظل التطور الغير مسبوق اللي شهدته القارة السمراء في رياضة الجمباز ودعمه واهتمامه بنشر اللعبة في كل الدول الأفريقية دون تمييز. فاز منتخب مصر لكرة اليد للسيدات على نظيره الكيني بنتيجة 45-77 في ضمن منافسات كأس الأمم الأفريقية اللي تستضيفها جمهورية الكونغو، والنتيجة كانت كبيرة جدا لمنتخبنا الوطني، يعني نتيجة 45-17 لمنتخب السيدات، وعندهم لقاءات قادمة إن شاء الله، وهم حاليا ماشيين بشكل جيد وبيخطوا خطوات جيدة في البطولة. من المنتظر أن يلتقي المنتخب غدا أمام الرأس الأخضر في ختام مباريات المجموعة من أجل التأهل للدور المقبل، وتعد هذه البطولة هي المؤهلة إلى بطولة العالم المقبلة، والتي تقام بتنظيم مشترك في ألمانيا وهولندا خلال شهر ديسمبر 2025. نروح للخبر كمان، ونجح عبد الرحمن طلبة لاعب منتخب مصر للسلاح في التتويج بميدالية الذهبية في منافسات فردي الرجال بكأس العالم الناشئين سلاح الشيش المقام حاليا في كوبا. أحرز عبد الرحمن طلبة الذهبية بعد الفوز في المباراة النهائية على لاعب أمريكا بنتيجة 15-12، وكان طلبة قد تأهل لنهائي كأس العالم لسلاح الشيش عقب فوزه في نصف النهائي على لاعب المكسيك بنتيجة 15-4. كل التوفيق لكل أبطالنا المصريين في كل الألعاب الفردية. بكده كون خلصنا فقرة الألعاب الأخرى، نطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا. ابقوا معنا. مرحب بحضراتكم من جديد، وجي معادنا دلوقتي مع آخر فقراتنا، فقرة وان شوت. ونشوف بنتكلم دايما على اللقطات المضيئة، بنركز على اللقطات الإيجابية والأخبار الإيجابية. خبر النهاردة من أوروبا وتحديدا من مدينة ليفربول الإنجليزية ومدينة فرانكفورت الألمانية، بعدما استطاع نجمي مصر ومنتخب مصر محمد صلاح لاعب ليفربول وعمر مرموش لاعب انتراخت فرانكفورت تصدر قائمة الأكثر مساهمة في الدوريات الخمسة الكبرى. جاء مرموش في صدارة القائمة كأكثر مساهمة للأهداف برصيد 20 مساهمة تهديفية بواقع 13 هدف و7 تمريرات حاسمة، طبعا بعد ما قاد فرقته أمس في الفوز على هايندهايم في الدوري الألماني بأربع أهداف نظيفة سجل منهم هدفين. يحتل المركز الثاني في القائمة الإنجليزي هاري كين مهاجم فريق بايرن ميونخ صاحب 14 هدف و6 تمريرات، ويجي بقى في المركز الثالث نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي محمد صلاح بعد وصوله للمساهمة رقم 18 بعد ما أحرز هدف أمس في شباك مانشستر سيتي ليصبح 11 هدف في الدوري الإنجليزي و7 تمريرات حاسمة. خلص وقتنا مع حضراتكم، شكرا لكم وشكرا لكل فريق العمل، إلى أن نلقاكم في حلقات قادمة، نترككم في رعاية الله، سلام.